جناب تعرف انه قبل تشكيل الحكومه يعني والاتفاقات اللي صارت والمباحثات اللي تمخضت عنها تشكيل نعم هذه الحكومه وتحالف اداره الدوله وعن اداره الدوله حكومه السيد الشاع محمد الشاع السوداني. نعم اعتقد من ضمن هذه الاتفاقات كانت اولا حتى اعطيك خليج بالصوره بشكل عام يعني حتى من ضمن الماده 140 اتفاقات اللي خاصة مع اقليم كردستان، الثوابت اللي انطرحت هي اولا تشريع قانون النفط والغاز، ايضا المادة 140، هاي المادة قبل التشكيل. قبل التشكيل. نعم بعدها الحمد لله والشكر يعني حتى تبني يعني جدية الحكومة تبينت انه في هذه المرحلة اولا تم الاتفاق على ان تكون هناك توقيتات زمنية لكل قانون. ومن ضمنها المادة 140 وتشريع قانون النفط والغاز اللي من 3 أشهر إلى 6 أشهر. نعم أستاذ مهدي، يعني هذا واحد. جنابك أنه الاتفاق قبل تشكيل حكومة من أجل موافقة القوى الكردية على تشكيل هذه الحكومة، بالضبط. كانت هناك اتفاقات من أجل أن تنفذ، أحسنت. والسيد السوداني بطبيعة الحال يجب عليه أن يطبق هذا الاتفاق. وليس فقط السيد محمد الشاع السوداني، نعم باعتبار الكتل اللي حتى خلفه اللي دعمت الإطار بشكل قوى عام شيعية سياسية. اي تعهدوا، وكان نعم هذا التعهد يعني مكتوب ايضا، وقلت لك اختلاف بهذا المرحله انه ضمن توقيتات زمنيه، وبينت الجديه لحكومه السيد محمد الشيعي السوداني من اول ما استلم الحكومه. اعتقد كان هناك تشكيل لجنه عليا خاصه، راح اجيك على ماده 140، تم تشكيل لجنه عليا الان لمده 10 ايام وتخصيص الاموال لها. تعرفين لجنة عليا برئاسة سيد ابو نائب رئيس الوزراء هادي وزير العامري، هادي العامري، سيد هادي وايضا العامري وزير التخطيط ايضا باعتبار نائب رئيس محمد الوزراء. تميم. بالضبط. نعم اولا الماده هاي تعتبر بعده فقرات، وهذه نعم الفقرات ممكن اكو اتفاقات آنيه ممكن يعني تتحمل 6 أشهر، من 3 أشهر إلى 6 أشهر، هي نفط والغاز. اما اكو مواد تتقبل اكثر من سنه، سنه ونص، سنتين، من ضمنها مثل الماده 104. نعم الماده 104 اولا الاحصاء التطبيع الاحصاء التطبيع نعم طلع الشيطان، نعم 3 فقرات بها تشكل هذه على اساس هاي كل فقره من عندها نعم ان كان الاحصاء والتطبيع والاحصاء التعداد السكاني، نعم هذا يحتاج له تعرف الجناب يعرف كل نعم فقره يحتاج له اقل شيء 6 أشهر. نعم طيب اذا هذه هالفتره هاي الفقره يحتاج لها فتره اطول من بقيه القوانين اذا الموجوده. يعني الزمت القوى السياسيه الكرديه، نعم القوى السياسيه الشيعيه والحاكمه الان ومن ضمنهم دوله رئيس وزراء بتوقيتات زمنيه لتنفيذ الاتفاقات التي على أساسها نال الثقة من قبل القوى الكردية. طيب.